حيث ان الشرط تحكيم، لان الشرط التحكيم قبل ان استنسب لابد ان اوضح ما هو التحكيم وما هو اتفاق التحكيم. فالتحكيم كما عرفه الفصل 306 من قانون 0805 والمتعلق بالتحكيم الوثيقه الاتفاقيه، والان راه عندنا القانون الجديد القانون القديم والقانون الجديد 95/17، الا اننا في فتره الانتقاليه لم يلغي القانون الجديد بمقتضى الماده 103 القانون السابق، حيث ان جميع العقود المبرمه وقت او قبل دخول القانون الجديد حيث التنفيذ اللي هو 14/6/2022 يطبق عليها القانون القانون 0805. لذلك ستجدون القانون الشغل القانونين معا. يلقيها على مسامعنا فضيلة الدكتور سعيد الذكوري، حاصل على دكتورة الدولة في القانون الخاص سنة 2005، وأستاذ بالكلية أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في فاس منذ 28 سنة، ومدير سابق للعيادة القانونية بكلية الحقوق في فاس، فليتقدم مشكورا. انطلاقا من هذا، وقع اختياري على موضوع لهذه المداخلة تحت عنوان التدبير أو الرهن الرسمي بين التدبير القضائي وإمكانية التسوية للدين أو للديون البنكية. كما تعلمون أيها السادة، فالائتمان يشكل ضرورة أساسية من ضرورات النشاط الاقتصادي في المجتمع الحديث، ذلك أن القدرة الذاتية للفرد فرضت حتمية اعتماده على الغير. وحتى تأتي هذه العملية كلها يجب أن تتوافر لدى الدائن الثقة في أن مدينه يسعى اختياريا إلى الوفاء بدينه عند حلول أجله، وإلا كان بوسعه أن يحصل على حقه كاملا عند حلوله عن طريق التنفيذ الجبري على أموال المدينة. حلينا هذا الصباح هذا اليوم بمدينة طنجة للحضور المؤتمر الدولي حول المجال العقاري وعلاقته بالتحكيم، علاقته بالوساطة، علاقته، وكانت يعني مداخلة متنوعة وغنية فعلا. وكانت انطلاقا من هذا العنوان ديال يعني ندير هذه الندوة، تم يعني اختيار واحد الموضوع كنعتبره من المواضيع المهمة اللي حاولت يعني نطرحوا للنقاش، وهو موضوع ديال الرهن الرسمي بين التدبير القضائي وبين التسويه الوديه لهاد الديون البنكيه. وفعلا يعني ملي كنقولوا الرهن البنكي هو ضمان عينيه بالنسبه للبنك، يعني عندها ضمانه، ولكن في الممارسه العملية واخا بعض القروض ولا بعض البنود ديال عقد القرض لا تنص على التحكيم او على الوساطه او على، ولكن كنلقاو محاولات من طرف البنك في علاقتها بالزبائن اللي كيلتجؤوا لهاد يعني لهاد الوسيله ديال التسويه مع الزبائن عبر المراسلات ديالو، عبر المخاطبه ديالو كالاقامه ديالو، ولا باش يلقاو واحد الحل ودي واخا هو ما نصش عليه في القانون. لأن تعريف مسألة الوساطة البنكية، لا يمكن لنا تعريف مسألة الوساطة البنكية من دون تعريف الوساطة بصفة عامة، لأن بالرجوع لمقتضيات الوساطة الاتفاقية في القانون في قانون البسطرة المدنية لم تعرف الوساطة البنكية، وإنما عرفت عقد أو اتفاق الوساطة بأنه العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط تكفلوا أن يكفل بتسهيل إبرام الصلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد، وهو نفس التعريف الذي حافظ عليه المشاريع المغربي في القانون الجديد. في الفقه في تعريفه للوساطة هي تقنية لتيسير عملية المفاوضات بين الأطراف يقوم بها طرف ثالث محايد يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل للنزاع القائم بينهم، وهي تتطلب مهارات في الوسيط تمكنه من الحوار والتواصل بين الأطراف لتقريب وجهات نظر
وجهة نظرهم وتسهيل توصلهم إلى نزاع على نحو مقبول منهم. يعني فقط هنا تعريف شامل وعام للوساطة. شاركنا في هذا العرس العلمي الشيق الذي له علاقة بالعقار والوسائل الحديثة في تسوية المعاملات خاصة مجال التحكيم. مداخلتي كانت حول الوساطة البنكية في العقار معد السكن، كيف لنا أن نستفيد من شرط تأتي مشاركة المحكمة الدولية في هذا الحفل العلمي الذي هو مؤتمر اليوم في فندق شلة حول موضوع الفصل بين المنازعات العقارية بين التحكيم والوساطة، موضوع له أهميته وله رهنيته وتوقيته جد متميز، لأنه يأتي بعد الخطاب الملكي السامي الذي حتى فيه على تفعيل آليات الوساطة والتحكيم في فض المنازعات سواء التجارية والمدنية. ونعتقد على أن هذه المواضيع وهذه النزاعات تعريف تراكم على مستوى المحاكم وتعريف كذلك زمن قضائي جد طويل يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي وكذلك يؤثر سلبا على نفسية المتقاضين في هذا المجال. نعتقد على أنه هذا الحفل العلمي هو مناسبة لفتح نقاش في هذا الموضوع وكذلك تحديد آليات تفعيل وتنزيل الوساطة والتحكيم لفض هذه المنازعات. جيت اليوم نشارك في هذا المؤتمر الدولي ديال المنازعات العقارية ما بين القضاء والوساطة والتحكيم، وانا سعيده جدا انني تلاقيت مع بزاف ديال الكفاءات والمهتم بالميدان، وانا اصلا مهتمه بهذا الميدان، واللي عنده غادي يكون عنده مستقبل كبير هنايا في المغرب من اجل جلب الاستثمار الاجنبي، وهذا هو الموضوع خصوصا ديال الندوه، والهدف ديالها هو جلب الاستثمار عبر الوساطه والتحكيم. اتحدث اليوم بصفتي رئيسا للمؤتمر المنعقد يومه، وهو المؤتمر الذي عنوانه هو المنازعات العقاريه بين القضاء والتحكيم. هذا المؤتمر له اهميه كبرى، وذلك بالنظر الى المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالتحكيم والوساطه، وهو القانون 95/17 الذي صدر مؤخرا. كما انه من جهه اخرى فان لهذا المؤتمر اهميه كبرى، وذلك بالنظر الى عدد القضايا العقاريه التي هي معروضة على القضاء. الحضور اليوم لربما النسبة الكبيرة هي من تتكون من الخبراء، وهنا نقول بأن الدور ديال الخبير فيما يتعلق بالمنازعات العقارية هو دور جوهري وكبير. من بعد ملي كتجي الخبره باش نحاول نديرها كندور بين الوقت الصغير كاتي، ولكن في المناقشه انا راه الاشاره ملي كتجي الخبره كنديروا جلسه نتاع تقديم مستنتجات الخبره، من بعد مستنتجات الخبره كنشوفوا اما واش نصادق عليك الخبره او نفس الاجراءات امر القاضي. الهيئه التحكيميه نفس الاجراءات التي يقوم بها السيد القاضي، حيث ان قانون التحكيم سواء القانون القديم او القانون الحالي يخول للمحكم القيام بجميع اجراءات التحقيق والاستماع للشهود وتعيين